إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذه الفقرة المتميزة، وحلو إن احنا دائما نعرف لما نروح الجمعية إنسان شنو أكيد نشتري أكيد. والأكل اللي فيه صحتنا وأيضا يضيف حق حياتنا ونمط حياتنا شوي، عنده خبرة وعنده يعني معلومات مفيدة يستفيد منها إن شاء الله. صحيح. تونا مساعة أنا وياك في بداية الحلقة قاعدين نتكلم عن النساء والسيدات القياديات في كل المجالات، واليوم أيضا عندنا ضيفتنا سارة القبندي، خريجة الجامعة الأمريكية في الكويت وحاصلة على ماجستير في الإدارة العامة وعضو في برنامج ذخر للقياديات الوطنية، وأيضا حاصلة على شهادة تنمية الإبداع من جامعة كورنيل، وهي المسؤولة الاجتماعية والرعاية. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح النور أختي أسماء وأختي أنسام. طبعا أصبح على كل اللي قاعد يشاهدوننا عبر شاشة تلفزيون الكويت وبرنامجكم الكريم، وشكرا على الاستضافة. نورتينا. وعندنا موضوع، بما أنك أنت تمسكين مناصب القيادية، أكيد المرأة إذا تبي تمسك مناصب قيادية راح تكون لها عقبات ومصاعب، نبي نعرف عن هذه العقبات. أختي أسماء، أنا جدا طبعا يؤسفني، ما ودي أني أبدي كلامي وأنا قاعد أقول يؤسفني، بس إحنا بلشنا معاش بالعقبات، إحنا بالعقبات، لأن فعلا هذا أول شيء إي على بال المرأة لما تمسك منصب قيادي تكون يعني جاية وكلها تفاؤل، وأنه يعني تدري أنه في تحديات، بس لما ننصدم بالواقع نشوف أنه الشيء الحجم أو الحجم التحدي والعقوبات أكبر من ما هي تكون مجهزة نفسها طول هالوقت. أول خلينا نقول تحدي واجهها هي عدم توفر الفرص علشان أصلا توصل حق هذا المنصب القيادي. دائما نشوف الفرص متوفرة للرجل أكثر من المرأة، يعني اليوم لو يكون عندنا منصب قيادي وعندنا خلينا نقول يعني شخصين مرشحين رجل ومرأة بنفس الكفاءات، أو ممكن حتى المرأة تكون شهادتها على أو كفاءتها أكثر، لكن دائما الاختيار يروح صوب الرجل. إحنا الحين ب 2017، أنا ما أتكلم ترى بس عن القطاع الحكومي، في ناس يقول لا الحين القطاع الخاص تطور شوي، فهو متطور أكثر من القطاع الحكومي، لكن بهذه الجهة للأسف ليه الحين دائما الأولوية في إعطاء الفرص بالمناصب القيادية قاعد تروح حق الرجل. فالمرأة أصلا قبل حتى ما توصل حق المنصب القيادي يعني دور طابور، لازم تنطر مدة أطول علشان توصل حق هالمنصب، وبعد ما توصل حق هالمنصب طبعا تواجه صعوبات أكثر من كونها امرأة. تواجه صعوبات أن دائما المنصب القيادي يحتاج أن المرأة تكون شخصيتها قوية شديدة صارمة، لكن اليوم نظرة المجتمع لهذه خلينا نقول ما بيسميها تصرفات، لكن هذا الكاركترز اللي موجودة بالمرأة إنه ما هي مستحبة. اليوم لما أشوف مثلاً رجل في منصب قيادي شخصيته قوية صارم شديد عادي تتقبلينه، الكل يتقبله، لو نشوف المرأة بنفس المقومات نحس إنه لا، ان هي شديده، ان هي ما المفروض انها تتصرف بهذا الشيء. انا اليوم في بدايه الحلقه تقعد اسولف مع انسان اقول لها ان دائما يشوفون المراه في منصبها القيادي طبعا محاسبه على كل تصرف من تصرفات، يعني اي خطا راح تدفع الثمن نتيجه هذا الخطا، مع المفروض انه يتقبلون الخطا من هل انه بالنسبه للمراه كامراه تمسك مناصب مثل كذي تكون جديده على هالمناصب. هذه الرجل سبقها يمكن من زمان وصارت عنده الخبرات اكثر. انا بتكلم عن نظره المجتمع للمراه القياديه. اليوم قلتي انه يشوفونها ما يتقبلونها، وعلى فكره حتى المراه نفسها يمكن ما تتقبل، يعني هذا هو يعني هي من الصوبين، لا من فئه الرجال ولا من زميلاتها في العمل. توج ذكرتي نقطة وايد مهمة أختي أسماء، أن لما تغلط العقاب يكون هنقول أكبر من الرجل، هم هذا ميزان الثواب والعقاب والريورد اللي هو المكافأة، حتى هذا الميزان يختلف من الرجل للمرأة. الرجل الخطأ شوي يعني ممكن يتغاضون النظر عنه، نظرة المجتمع هذه يعني يمكن البعض يشوفها بهالشكل، هذا نظرة المجتمع أكثر. وحتى ترى حتى في إطار العمل والكلتشر مال العمل نفسه، المرأة غلطتها تكون دائما أنظار عليها، الأنظار عليها محاسبة أكثر، والجهة الثانية حتى بالوقت التقدير
دائما نشوف انه ما يعني التقدير يكون اقل من الرجل، حتى لو هما يعطون بنفس الطريقه ويعني يوصلون حق نفس الاهداف. استاذ اذا بنتكلم عن المسؤوليه الاجتماعيه وشلون الشخص يكون مسؤول اجتماعيا بمجتمعه، شلون تقدرين تكلمينا عن هالموضوع؟ المسؤوليه الاجتماعيه طبعا الناس دائما على بالهم انه هو بس شيء تقدمه الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص. كل فرد موجود بالمجتمع لازم يكون مسؤول تجاه هذا المجتمع. أول شيء لازم نحطه في بالنا اللي هو المسؤولية في الإطار الأخلاقي، يعني شلون أنا من أطلع من بيتنا أنا عندي مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع، وأنا رايحة حق شغلي وأنا رايحة طالعة مع صديقاتي وأنا أودي عيالي المدرسة وأنا رايحة أمارس أي نوع من أنواع هواياتي، لازم في مسؤولية أخلاقية تجاه المجتمع. نبدي من لما أركب السيارة أنا شلون أسوق سيارتي، لما مثلا أروح أقعد بمكان عام أنا شلون تصرفاتي بهذا المكان العام. هني قاعد نتكلم إحنا عن الفرد. أنا مجالي طبعا قطاع الخاص والمؤسسات، فالناس لي من الحين ما عندها فكرة كافية عن المسؤولية الاجتماعية، مع أنه هو الحين مناهج وكتب تدرس في الجامعات ممكن الواحد يتخصص في هذا الشيء. المسؤولية الاجتماعية هي لو ببسطها التزام الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص نحو تحقيق تنمية مستدامة في المجتمع اللي هم موجودين فيه، لأن احنا اليوم كشركات خاصة أو أصحاب أعمال حرة هدفنا طبعا أن احنا يصير عندنا مردود مادي ونحقق أرباح، لكن بنفس الوقت لازم نكون مسؤولين تجاه هذا المجتمع، لازم نرد نعطي من الأشياء اللي احنا كسبناها تجاه المجتمع. في شركات ومؤسسات حكومية وقطاع خاص وحتى أصحاب الأعمال الحرة، في ناس تتجه حق التعليم تلاقينها تستثمر يعني بمجال التعليم، في ناس يستثمرون في مجال الصحة، تمكين الشباب. طبعا احنا الحين قاعد نشوف اغلب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص قاعد يدعمون بشكل كبير الشباب الكويتي ومشاريع الشباب الكويتي، فهذا جزء من المسؤولية الاجتماعية اللي احنا نتكلم عنها. وانت ما شاء الله عليك يعني سيدة كويتية، احنا نفتخر ترى بوجود السيدات الكويتيات، وعلى الرغم من الصعوبات اللي ذكرتيها في بداية يمكن الموضوع والتحديات اللي تواجه المرأة، لكنك قدرتي توصلين حق مكانة جدا مهمة بالمجتمع. في تقرير ايضا راح يكون لك ان شاء الله راح نشوفه مع المشاهدين، نرجع لكم، خلكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير، وضيفتنا الأستاذة سارة القبندي تم اختيارها كأول كويتية في لجنة تحكيم جائزة محمد بن راشد المكتوم. نبي تكلمينا عن هالتجربة المميزة. طبعا هذه التجربة أنا للحين قاعدة أحاول إني أستوعبها، يعني رحت ورديت وللحين قاعدة أحاول أستوعب الموضوع اللي صار. طبعا أول شيء أحب أشكر مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأحب أشكر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شخصيا، إنه هو دائما يعني معطي الفرص للشباب في الوطن العربي كله، مو بس شباب الإمارات ولا الخليج. هذا الشيء يعني ما تخيلين ايش كثر يعطينا أمل وتفاؤل إن إحنا نقدر إن نعطي نقدم شيء، محتاجين بس اللي يعطينا الفرصة. فسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائما يعني متفوق في هذا الشيء، ودايم احس ان هذا الانسان اول ما يقوم الصبح يقول شنو اقدر اسوي اليوم حق الشباب. فشكرا على هذه الفرصه، شكرا ان انت دايما قاعد تفكر شلون انك انت تقدر تدعم الشباب وتوصلهم الى مناصب قياديه. انا اول ما اتصلوا فيني وقالوا لي ان ساره حابين تكونين ترئيسين أحد لجان جائزة المشاريع الاستدامة، ما كنت مستوعبة الموضوع. طبعا دشيت قمت أبحث عن الجائزة، أنا كنت أسمع عنها بس ما كان عندي فكرة ملمة عنها، فلقيت أنها هي طبعا على مستوى الخليج وكل الشركات الكبيرة والمؤسسات اللي بالقطاع النفطي والبنوك والاتصالات تي وتقدم مشاريعها بالنسبة حق المسؤولية المجتمعية. نعم. يعني إحنا يعني يختارون
عقب ما هم يفلترون وياخذون طبعا المشاريع اللي فيها نسبه نجاح اكبر، طبعا باللجنه يعرضونها علينا نقيمها، وبالاخير حق كل قطاع تفوز شركه، يعني قطاع البيئه في شركه فازت، في قطاع التكنولوجي والتطوير، يعني هو اكثر من كاتيجوري. تجربه جدا جميله، وايد استفدت منها، تعرفت على زملاء من كل القطاعات وكل الدول العربيه. يعني أدعو أي أحد يأتي له فرصة مثل هذه يروح ويشارك ويمثل الكويت، لأن هذا شيء جدا حلو، إنه يعني إنه أشوف إنه أنا بنت كويتية يعني أمثل ديرتي وسط كل هذه الجنسيات والناس المختلفة. طيب بتكلم عن كلمة قلتيها توج، الفرص، يعني اغتنام الفرص اليوم بالنسبة للمرأة، يعني المرأة في مجالات كثيرة من حياتها، في عملها وفي كل مكان تتمنى أنها تجي لها الفرصة. لما تجي لها الفرصة يا أنها تتردد، صح، يا أنها تستشير ناس ما يعطونها القرار أو الرأي الصحيح فتتراجع أو ما تغتنم هالفرصة. بتكلم عن كونك عندك هالتجربة واغتنمتي أيضا الفرص، إيش كثر مهم أن المرأة تعرف شنو هي الفرص الصحيحة وأيضا تستفيد من هذه الفرص. أنا في البداية ترى كنت وايد أضيع فرص، والسبب الرئيسي هو كذي التردد، وأن أكون خايفة وما أدري شنو ردة فعل المجتمع، ما أدري شنو اللي راح العواقب اللي راح تصير بعدين. فضيعت يعني وايد فرص قبل ما أبدي أستوعب إن لا، متى لازم الفرصة لما تيني لازم أدرسها صح وما أخاف، وبالعكس خلاص. يعني أول شيء لازم المرأة تكون مؤمنة بقدراتها، واثقة من نفسها. واثقة من نفسها أكيد، الثقة شيء جدا مهم، لازم تكون واثقة من نفسها، مؤمنة بقدراتها، مؤمنة أن هي تقدر من خلال هذه الفرصة تأدي كأي أحد ثاني وممكن أكثر. لازم تقول، يعني أنا دائما التفكير أقوله حق نفسي وحق زميلاتي وحق صديقاتي، ماكو حد أحسن منك، دائما قولي لا أنا أقدر، وأقدر يمكن أحسن من الكل، فدائما لازم تردد هذا الشيء في بالها. غير كذي والأهم، لازم المرأة تعرف متى تقول لا. عاد احنا تكلمنا، هذا كان موضوع عندنا وايد مهم. أختي أسماء، إن لازم البنت من وهي صغيرة الأهل لازم يدربونها على هالشيء ويعلمونها على هالشيء، لازم تعرف متى تقول لا، ومن حقها إنها تقول لا. هني تبدي تقيم فعلاً، صح، الفرص اللي تستاهل إن أنا أحط فيها وقت ومجهود، والفرص اللي لا، هي مجرد مثلاً شيء ما راح يضيف لي ولا راح يضيف حق عملي ولا راح يضيف حق مسيرتي. فهذا الشيء إن أنا أكون واثقة من نفسي وعارفة أنا شنو أقدر أقدم وعارفة أنا شنو أبي. لازم اليوم المرأة تدري هي وين تبي توصل، لازم تكون عندها رؤية حق مستقبلها علشان ما تشتت أفكارها، ما تروح حق مثلا فرص هي تكون بعيدة كل البعد عن الهدف اللي هي تبي توصل له. لازم تكون عارفة هي شنو تبي في البداية، وتعرف متى تقول لا ومتى تقول إيه، وتقيم الفرص. وطبعا دور الأهل يعني شيء جدا مهم، يعني يوجهونها، يعطونها بس ما يفرضون عليها رايهم علشان لا يصير هالموضوع بالمستقبل يتطور ان هي تتعود على هالنمط. انا الحمد لله، يعني اختي اسماء اختي انسام، الحمد لله ان رب العالمين اعطاني اسره، يعني الدعم اللي شفته منهم شيء جدا، يعني يمكن انا اقول كل اللي وصلت له في حياتي، ما في شيء تقدم لي على طبق من ذهب. أكيد. طول الـ 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 من اول ما تخرجت من الجامعه ليل اللي وصلت لليوم، تسلمين بعد عمري، ف 90% دعم من الاهل و10% مجهودي. ولا شيء، يعني ولا مره رحت لهم بشيء يخص دراسه ولا عمل الا ما اشوف ان هم يمكن متحمسين اكثر مني. عندي ماي داد، يعني الله يطول بعمره، الله يطول بعمره، دائما بنصايحه بتوجيهاته، ويقول لي لا سوي كذي لا تسوين كذي. امي طبعا دائما اللي هي خلينا نقول الانرجي والحماس اللي في البيت، واللي تلاقين هي اقولها بس فكره انا ابيها
تروح هي خلاص سوت الخطة في مخها وطبخت الفترة وجهزت كل شيء. عندي طبقة طبعا رفيقة دربي ماي بيست فريند، أمي، بنتي، أختي نورة موجودة اليوم هنا معي. يعني السنة دي في كل شيء، متى ما حسيت إنه أنا مترددة ولا هذا على طول أنا أسميها ماي 911 أدق عليها وهذا. بس أبي أقول شيء بمناسبة إنه باكر اليوم العالمي للمرأة، لو في أحد يستحق إنه يكون قاعد هني أكثر مني فهي أختي نورة. أحب أبارك لها طبعاً إنها حصلت على اللورد أوف لندن توري ماير مانشن هاوس سكولرشيب. ما شاء الله عائلة مبدعة. هذا يعني أمانة ما تخلين شنو سعادتي لما سمعت بهالخبر، لأن هم يختارون شخص واحد سنوياً من دول يعني من الكويت. لازم وجهها دعوة من الحين يعني. إن شاء الله نورة يعني جهزي نفسك. إن شاء الله. فهذه سكولرشيب هي أول كويتية طبعاً تحصل على هذه السكولرشيب. وعندي طبعاً أخوي خالد على طول معي، احتجت أي سند. فاللي أبي أقوله أن دور الأسرة شيء وايد مهم. توجيهاتهم هم اللي لازم يحطون الثقة في بناتهم. أوكي. البنات الصغار إذا شفتوا فيهم حس الروح القيادية والشخصية القوية نموها أكثر، لأن صدقوني هذا الشيء وايد راح ينفعها ويساعدها باكر بالجامعة وحتى يعني سواء بشغلها ولا بعملها الخاص ولا باكر لما تكون أسرة إن شاء الله. فدعم الأسرة شيء وايد مهم. أكيد شيء مهم، ويعطيش العافية صراحة أستاذة سارة. يعني استفدنا منك وعطيتينا حافز، وأكيد حق البنات اللي قاعد يتابعونك عطيتيهم حافز إن يكونون بمناصب قيادية والأسرة بعد إن تهتم فيهم. مشكورة على السحر. شكرا ما قصرتوا thank you so much. وبالعكس يعني بشيء جدا وايد يونسني لما أشوف بنات صغار المجتمع قاعد يعطيهم فرص وقاعدين يكبرون وقاعدين، لأن بالأخير ترى المرأة جزء جدا مهم من هذا المجتمع، فلما تعطونها الفرص والأدوات أنها تبدع أعتقد أن في إحنا عندنا أمثلة أكثر من يعني رائعة بهذا المجتمع حق النساء اللي اثبتوا انهم يقدرون ان يمسكون مناصب قياديه. يعطيك العافيه، تشرفنا بحضورك اليوم معنا في شاي الضحى، وفعلا يعني هذه فرصه ان احنا نلتقي معك اليوم وتعطينا هالامور الحلوه اللي احنا دائما نقول دعم للمراه، مسانده المراه، تمكين المراه، فكلها امور صراحه تصب في مصلحه المجتمع في الدرجه الاولى الاسره وايضا المراه. شكرا لك على حضورك. مشكورين على الاستضافه. شكرا لك. ايضا دائما نشوف احنا ما شاء الله الشباب عندنا بالكويت ودائما عندهم هالبادره الطيبه. في بادره طيبه ومميزه من العديد من الشيفس بالكويت باقامه معرض يعود رعايه لاطفال التوحد. خلينا نشوف مع بعض هذه التغطيه المتميزه.